السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب بالله، موضوع هذه الحلقة المهد المنتظر، بعنوان الحلقة الصدمة الكبرى لكل المسلمين إلا المؤمنين منهم. أين أنتم يا علماء المسلمين؟ المعجزة الكبرى. يعني أحباب بالله، في هذه الحلقة رايح أنسفلكم كل اللي بتفكروا فيه في الماضي، وبينكم إنه الناس ما بيعرفوا القرآن شيء، حتى العلماء، كل العلماء أكثرهم ما بيعرفوش، لأنهم ما بتدبروا القرآن وتركوا القرآن مهجورة. عشان يا أخي بتبلش الحلقة هاي إن شاء الله، وممكن الحلقة هاي تكون جزئين أو ثلاثة أشرطة. اللي بده يعرف الحقيقة ويعرف المعلومات بثباتها لازم يتابع الأشرطة الثلاثة، إذا كان ثلاثة أو اثنين ما يحضرش عليه وظل رايح، لأن المعلومات صورة كاملة، مش هتوضح الصورة تطلع على الأشرطة كاملة. أحباب الله، بنبلش بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أحباب بالله، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، يعني رايح يحصل حج كبير، وهو يكون أكبر حج حصل في تاريخ الإنسانية، لم يحدث هذا بعد. شو راح يصير رايح حج هذا؟ إن الله بريء من المشركين ورسوله. المهدي هو رسول الله المقصود في هذه الآية، بريء من المشركين. فإن تبتم يا المشركين فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. اصبروا عليه شوي شوي، خلنا نكمل. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أحباب بالله، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يعني أحباب الله، التوبة لمين بتصير؟ هل يجوز يتوب الكافر؟ هل المقصود في هذه الآية مشركين وكفار قريش؟ لا يا أحبابي، هسه ببينكم، اصبروا عليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أسعليش على كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بس أحباب بالله، لو يظهروا علينا لا يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، بس لأنهم مش قادرين علينا، مش ظاهرين علينا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. يعني إيش هذول المنافقين المقصودين في الآية كلها؟ المشركين المقصودين في الآية هم المنافقون، لأنه أكثرهم فاسقون. إن المنافقون هم الفاسقون. هسه نجي على سورة البقرة من آية 8 وبنزل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني هذه اللي هو الآية كيف يظهر عليكم ويلقوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم. شو بقول وما الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، يعني بين المؤمنين عاملين على المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا المساكين المؤمنين فخرهم مؤمنين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هم من أفسدوا في الأرض؟ أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم من فسدوا فيها وسفكوا الدماء؟ ألا أنهم مفسدون ولكن يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لأنهم بيشوف المؤمنين سفهاء، بس الله قال ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أسعنا في فقر الشياطين الجن لأهم شياطينهم مثل أشكالهم من المنافقين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون. مهتدين، هذه آية رقم 16 موجودة في سورة البقرة لما وصف المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أسأل من يجي على آية رقم 8 و9 من سورة التوبة كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. بعدين شو بقول؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بس سورة البقرة آية 16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون. سورة التوبة 9 اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أصعب آية 10 في سورة التوبة و11 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يعني التوبة ما بتصير يا حبيبي للنصراني أو اليهودي والكافر، هذول لازم يأسلموا. بس التوبة هو لمين؟ هذول المنافقين الفاسقين المشركين لأنهم ما آمنوا في الله حق إيمانه. فشو أقول لك؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما قال وإن آمنوا لأنهم أصلا هم بيقولوا آمنا بس يعني دخلوا هم بنظر الناس مسلمين بس هم مش مسلمين. هذول هم الأعدو يعني أعدى من اليهود والنصارى والكفار. لأنه إيش؟ التوبة ما بقبلها رب العالمين، لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. يعني لا يجوز لواحد كافر يتوب بس يجوز للمسلم اللي حتى إن الله لا يغفر أن يشرك به. هم أشركوا بالله ويغفر ما دون ذلك من يشاء. السعوة هون أنا بقول لك فإن تابوا تابوا على إيش؟ على إشراك بالله. وشو صاروا؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين ونفصل آيات القوم اللي يعلمون. بس القوم اللي بيعلموا هم اللي بفهموا الكلام هذا. بس اللي خلانا نتعجب وين علماءنا؟ وين علماء المسلمين من جميع العصور؟ ليش ما اكتشفوا الشغلات هاي؟ ولسه حبيبي هاي البداية، اصبروا لآخر الحلقات والله لو تتعجبوا زي ما تعجبت وتنصبوا زي ما صدرت. يعني بقول لك وإن نكثوا إيمانهم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل آيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشون كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم يعني كان مؤمنين وهموا بإخراج الرسول. مين الرسول المقصود؟ هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله المقصود في آية هو المهدي عليه السلام، هذا هو الرسول إيش اللي نكثوا وكون بسوا معهم عهد ورايحين ينكثوا إيمانهم وهموا بإخراجه وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. هسا نكثوا سورة الفتح آية 10 قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني هذول كانوا مبايعين المهدي أول ما ظهر ثم نكثوا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هسا في آية 14 من سورة التوبة قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هسا نرجع سورة آل عمران 119 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يعني يذهب غيظ قلوبهم. هسا هم قلبهم من جوا مليان بالغيظ ورايح تشفي قلوب المؤمنين عليهم لأنهم هم سبب خراب الإسلام. هذول هم هسا بتشوفوا ايش الآيات الأخرى سورة 16 من سورة التوبة 17 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا مؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله يعني مش المسجد الحرام بس مساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أحباب الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم مش يبنوا المسجد يعني يصلوا ويدخلوا فيه ويعبد رب العالمين ويعمروا بالتسبيح والذكر وقراءة القرآن والصلوات. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هسه شوف لك بعديها بآية 18 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. طيب يعني ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والزكاة ولم يخشى إلا الله. يعني هذول بيدخلوا المساجد وبيعملوا حالهم من المؤمنين وبصلوا مع الناس وإيش وبسبحوا وبيستغفروا وبقرأوا القرآن وهم أعداء الإسلام عشان يخشوا. يقول لك 36 وجبكوا إياها دلائل إن شاء الله آية 36 و37 و38 من سورة النور قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني اللي بعمر مساجد الله بيرفعوا اسم الله فيه وبذكروا اسم الله فيه ويسبحوا الله في الغدو والأصال وهذول الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزقهم من يشاء بغير حساب. يعني هذول الناس أحباب بالله كانوا عبروا مساجد الله وهم منافقين فاسقين وبقعوا جماعة المؤمنين يقولوا إحنا آمنا. هذول هم المشركين اللي مقصودين
فصورة ايش؟ التوبة. هسا بنيجي على ايش؟ بصورة الجن آية 18، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. دليل على قولي. هسا أحباب الله، الشيعة وين بروحوا بيصلوا؟ في بيوت الله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هم ما بيصلوا في المساجد، بيصلوا بالحسينيات. والحسينيات ليست بيوت الله بس بيت الحسين، فهم أشركوا بالله. الصوفية وين بيصلوا؟ بيصلوا في المساجد. بس إيش؟ أنا ما بحكي كل الصوفية، أنا بقول هذول الجهان، لأنه الخلية بليت، وحتى الشيعة مش كلهم هيك. بس أي واحد بذهب للحسينية وهو نيته إنه يدعو الحسين، وإنه إيش، حتى غيروا أسماء المساجد وجعلوا حسينيات، هذا بخالف كتاب الله. والصوفية عند القبور والتقرب من القبور، ومولانا كل واحد بيسوي له قبر وبيبنوا له عليه مسجد، هذا اسمه شرك بالله. واللي بتمسحوا في الكعبة، واللي بتمسحوا في الأصل في الأماكن القبور وغيرها من الغارات، هذول أشركوا بالله سبحانه وتعالى. غير المنافقين، هذول أشركوا بالله، وهم بيقولوا عن حالهم مسلمين. اطلعوا في عصرنا قديش في ناس عندهم إشراكهم مجدرين. لما يروحوا على شيخ، واحدة بتخلفش تروح على شيخ مش عارف خليها تخلف، واحدة بيجي عندها بنات ما بيجيها أولاد تروح على شيخ مشان يعطيها بنات، واحد بيقول لك أنا مريض أو عندي بتدور على ذهب بروح على شيخ بفتح له بالمندل أو بالهذولة، واحد بروح على إيش، على الأبراج مشان يقرأ الأبراج، واحد بروح على شيخ اللي بيقرأ الكف، أو واحد بيقرأ الفنجان، أو واحد بيرمي على الرمل، كله إشراك بالله. الناس أشركت بالله ومش دارين، حتى الفقر على بمزحوا، وهذا من الإجرام حباب الله. هسا في آية 19 من سورة التوبة قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام، من اللي بعمر المسجد الحرام؟ هل المقصود هاي قريش؟ المقصود عمي الناس اللي بعمروا المسجد الحرام وبيزيدوا في بنائه، كل شوي بوسعوا غير ما بوسعوا، وبسقوا الحجيج. هذولا ليسوا كمثل من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. مين بجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم أشركوا. شقا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلوات الزكاة ولم يخشى إلا الله. اللي بخشى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وروسيا أكثر من ربنا، هذا ايش، مشرك ولا مش مشرك يا احباب بالله؟ انا ما بخاف الحق لومة لائم. كل هذول رايحين يتحاسبوا، اللي حطوا ايديهم مع الاعداء ضد المسلمين وساكتين ولا بجاهدوا ولا بامروا الناس بالجهاد. عشان يقول الله احباب بالله هذول الناس اعوذ بالله منهم. شو بقول لك؟ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون، يبشرهم برحمة ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. آية 23 هون بنبلش الحذر. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. هاي الآية اللي بتكشفه كل السر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من مين؟ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا القول مين؟ للنصارى واليهود وللأهل مكة المشركين؟ هذا القول مين؟ للمسلمين اللي بدعوا لهم مسلمين، للمؤمنين اللي بدعوا لهم مؤمنين. قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، شو إثبات الحب وجهاد في سبيله، ما حدا بجاهد إلا الأقلية. فتربصوا، الله بقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عشان إيش؟ هيك بدي أجيب لكم آية 51 لآية 56 من سورة مين أحباب الله؟ سورة سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أحباب الله لا يقول قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذول الناس عندهم آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموال اقترفوها وتجارة يخشون كسادها ومساكن يرضونها والله أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله عشان هي راحة العراق وراحة فلسطين وراحة سوريا وراحة أفغانستان وراحة بورما والمسلمين بتعذبوا في كل مكان وهم قاعدين بتطلعوا عشان الله سبحانه وتعالى راح يبدلهم. لأنه إيش؟ يا الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لما صارت قضية العراق شو سووا؟ بدال ما يجوا يا الذين آمنوا وأن فاتين المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. هم ما أصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لو أنهم اتحدوا العرب ضد صدام حسين لأنه دخل على الكويت وقاتلوا بكونوا مؤمنين. وين حطوا أيديهم مع مين؟ مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا. عشان هيك يا الذين آمنوا مين بيحكي؟ بخاطب الكفار؟ لا، بخاطب المسلمين المؤمنين. يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم. هم تولوا أمريكا، الهيئة الأمم المتحدة صارت ربهم وأمريكا صارت ربهم. إيش جابوا كل الدول الغربية والنصارى واليهود ظلوا مسلكوا في العراق والشعب العراقي لما دمروا وحرموه، وهسع في سوريا نفس الشغلة ودول العربية وبورما ولا حدا حازم حساب. وفلسطين بتتدمر وكل يوم بتقتلوا ما عندهم السلاح وبغزة صار عليهم حصار خير الله. وهذول قاعدين بقاتلوا المسلمين وما بقاتلوا ضد مشان ما بقاتلوا مشان يرجعوا العزة لله ورسوله، بقاتلوا مشان يخلوا العزة إلهم ولكراسيهم. عشان هيك من اتخذ اليهود والنصارى أولياء قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. هذول مش مسلمين، هذول مشركين أشركوا بالله، خافوا من أمريكا وخافوا من إسرائيل وغيرها أكثر من خافوا الله. عشان
فترى الذي في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. والله الفتح جاي، إن فتحنا فتحا مبينا، الفتح المبين ذرع فتح مكة، فتح مبين بين للجميع عندما يرجع الدين بعزته وكرامته مع الرسول هذا اللي بقولكم عنه المهدي اللي الناس دول مش يصدقوا، إن شاء الله عمره ما صدقوا والله العظيم، وأقسمت وقلت الله إن شاء الله هذا العام ما بنتهي إلا أكون ميت، ظل قديش 5 أيام للعام لا ينتهي ومش فارقة معاي، إذا متت لا صدقوني، وحطيت إيدي على القرآن وحلفت 4 أيمان إني صادق، وإن الخامس علي غضب ولعنة الله ليوم الدين. أنا بحكي لكم هاي القرآن قدامكم دلائل إبراهيم بنزلها شوي شوي ورايحين تتعجبوا أكثر لسه. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذول اللي في قلوبهم مرض راحوا لأمريكا وإسرائيل وغيرها وغيرها وهيئة الأمم المتحدة يسارعون فيهم، راحوا أسرع منهم، يقولون لن نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، رايحين يندبوا ندم شديد، والله لا يعضوا أصابعهم ندم، لأنهم خافوا من العبد اللي مش قادر والله العظيم إذا الله منعه يطلع الغاز اللي ببطنه بنفجر، راحوا عليه وتركوا رب العالمين القادر على كل شيء. عشان هيك ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، خسروا وراح يخسروا. عشان هيك قال يا الذين آمنوا من يرتد منكم من ارتدوا عن دينهم، لأنه أخذ النصارى واليهود أولياء وما جاهدوا في سبيل الله وكان بيوتهم ونسوانهم وتجارتهم وأموالهم أحبوا إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله، لو عندهم إيمان والله العظيم كان على السريع أمريكا ما تسجل تضرب العراق طلقة واحدة على العراق ولا على أفغانستان ولا على سوريا، واليهود قد استسلموا بس لأنهم بخافوا العباد أكثر من رب العباد، ارتدوا عن دينهم. فالله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، هذول القوم مش محمد رسول الله الذين معه، لأنه إيش ارتد المؤمنين، هذا لما يرتد المؤمنين عن دينهم أكثر من يخد فينا إحنا، وين الجر وين في دولة إسلامية بتقيم شرائع الله، مين بيحكم بما أنزل الله في العصر هذا، أفراد وأشخاص ودول أقلية بنعده على أصابع، بس ما في مكان واحد قرية واحدة على وجه الأرض مش مدينة أو دولة، قرية بتحكم بما أنزل الله، ارتدت الناس عن دينها. عشان هيك صفات الصحابة رضي الله عنه محمد رسول الله الذين معه آمنوا معه أشدة على الكافرين رحماء بينهم، أما هذول مين؟ أحباب الله وأحباب رسوله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، شو صفاتهم؟ يحبهم الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين بذل حال المؤمن، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله إذا بتخسر الكراسي اللي قاعدين عليها، والله إذا بتندموا ندم شديد، اصبروا الأيام جاية. بعدين شو قال؟ إنما وليكم الله ورسوله المهدي والذين آمنوا، في عصر المهدي هو بصير الولاء لمين؟ لله ورسوله المهدي والذين آمنوا، بصير الولاء بناتهم، مين هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة، وين يقيموها؟ في البيوت؟ لا، في بيوت الله المساجد، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون، ما بعطي الزكاة وهو راكع الواحد، انت بين يدي رب العالمين ما بصير شكلك إشي، وهم راكعون يعني خاضعون، سمعنا وأطعنا، هاي معنى راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، هذا حزب الله الحقيقي مش حزب حسن نصر اللات، لأنه والله حزبهم حزب اللات مش حزب الله، حزب الشيطان. عشان يخفى بالله ارتدت الناس عن دينها، وهذول إن شاء الله قادمين في أقرب وقت. هسا نرجع على سورة التوبة آية 25
بقول لك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. عذب الكفار أحباب بالله مش المشركين. يعني لما رب العالمين يقول كفار يعني كفار، لما يقول مشركين يعني مشركين، يعني أشركوا في الله. هسع هذا اللي بدعي الحسين أو اللي بدعي يا علي يا حيدر يا أبو العباس يا فاطمة الزهراء يا سيدنا البدوي يا مولانا مش عارف مين الرفاعي ويا رب ويا بواسطة كذا عشان بتوصل لك بالأولياء الصالحين وبالأحجار وبالستائر الكعبة. هذول المشركين بالله أن عبادي وأن المساجد لله فقط وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذول دعوا أشركوا. أنا بحكي لكم على الناس اللي إيش هم بضلالة هم مش عارفين، بس لسه هذول أشوى من المشركون اللي إيش المنافقون اللي عاملين حال المؤمنين ومش مؤمنين. هذول مؤمنين بيصدقوا إنه إذا دعا علي راح يستجيب له وإذا دعا الحسين راح يستجيب له، بس راح يندم على اللي بيسووه إذا ما تابوا إلى الله. عشان هو إلا من تاب وآمن، بس الكافر ما بتوب وآمن. ما بقول على الكفار والنصارى واليهود توبوا، بقول لك إيش بسبعة وعشرين. ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من شاء الله غفور رحيم. يعني كل اللي بعدين اللي بضلوا حي وبيهتدي راح يتوب عليه الله سبحانه وتعالى، بس لازم يدخل الإسلام أولا. هسه آية 28 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا عيش عند الحج الأعظم، بعد الحج الأعظم يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الساعة سورة القصص 57 شو راح يقول الناس الموجودين مع المهدي عندما يأتي ويعلن الإعلان هذا؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الناس هذول اللي قلوبهم خفيفة لما يجي المهدي ويعلن البراء إنه الله وهو بريء من المشركين يقول نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، بس الله سبحانه وتعالى يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا يقول عمره أمان يجبى إليه ثمرات كل شيء كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هسا نرجع وين على آية 29 من سورة التوبة، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله، يعني هذولا ما هم مسلمين، ما قال عنهم مشركين، قال لا يؤمنون بالله. أما هذولاك إيش قال عليهم أحباب بالله عن التوبة، مشان إيش شايف علي نوضحها أكثر. بقول لك أولئك الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا عن أعمالهم وأفعالهم واللي موجود في قلبهم، وبعد ما يتوبوا التوبة تجب ما قبلها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ليش ما قالهم فإن آمنوا؟ لو أنهم كفار
ولو أنهم يهود ونصارى شو قال؟ فإن آمن وأقاموا الصلاة، بس هو بقول لك فإن تابوا وتركوا التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. هون هم مسلمين بس منافقين وفاسقين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخوانكم في الدين، ونفصل آيات لكم يعلمون. هسا أحباب بالله بدي أبين لكم أشياء اللي قلت لكم عنها لسه الحبل على الجرة. نيجي على إيش؟ سورة التوبة آية 67 يقول لك المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أحبابي بالله بتركوا عن الفاسقين، المنافق فاسق، فسق على زي إبليس. إبليس كفر بالله، ما كفر بالله بس عصاه، هذول عصاة ومعتمدين المعصية لا بس، وإذا صلوا بكونوا بتخوتوا على المسلمين بس هيك مشان ما يبينوش، يعني بكون من جوا مش إيمان، ما في عنده إيمان بس عامل حال المؤمن، بقول للمسلمين أنا مؤمن بس هو كذاب. عشان هيك شو عملهم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون إيش بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إلا المنافقون هم الفاسقون. أستعمل هذا نسوا الله فنسيهم بصورة طه 124 وبننزل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فأنا له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني إيش أحباب الله؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقون والفاسقون في سورة التوبة 67 وقلت لكم نسوا الله فنسيهم. وهذا اللي بيعرض عن القرآن الكريم بيحشر رب العالمين أعمى وبقول له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني المنافقون راح ينساهم رب العالمين لأنهم نسوا الله في الدنيا. سورة النساء 142 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يعني بصلوا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هسا نيجي على التوبة. قلت لكم الآيات هذيك فإن تابوا لا تجوز التوبة للكافر. حبيبي واحد كافر ما بتوب لازم أسلم. عشان يا أخي كل آيات التوبة في القرآن الكريم ما فيش ولا آية واحدة بتقول عن الكفار والمشركين الكفار والنصارى واليهود يتوبوا. بقول لك هسه عم نيجي على إيش؟ على الزنا. بسورة النساء 16 قال تعالى واللذان يأتيانهما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هسا بسورة النساء 92 عن إيش؟ قتل النفس بالخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذا التوبة بتيجي لمين؟ لقاء رجل مؤمن قتل نفسا بالخطأ حتى لو كان عدو، يعني في عداوة بين المسلمين مثلا طائفتين بلديين في التوري التوبة إذا تاب ما قدرش يدفع الفدية ولا تحرير رقبة مؤمنة ومحوش فما لا يجد فصيام شهر متتابعين توبة من الله، هاي كفارة قتل النفس بالخطأ.
سورة النساء 146 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. شفتوا بالآية هذيك، إذا تابوا فإخوانكم في الدين، وهو الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يعني التوبة بس تحصل للمسلم الذي أو المسلم المؤمن اللي بيكون أخطأ، حتى لو أشرك وتاب الله ورجع الله بيغفر له. بس إذا كان كافر لازم يدخل في الإسلام، وإذا كان نصراني أو يهودي لازم يدخل الإسلام. فكل هاي الآيات بتقول عن مين؟ عن هذول المسلمين اللي عندهم بيوتهم وأبائهم، وعشان خربت الدنيا وما بجاهدوا ومنعوا حتى الناس على الجهاد. هسا نرجع على إيش؟ سورة المائدة من آية 43، بقول لك إن إيش؟ إنما 33 و 34 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني هذول اللي بحاربوا الله ورسوله في كل عصر وزمان ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لكم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. يعني هذا مسلم مؤمن مسلم وإيش كان يقطع الطريق وبحارب الله ورسوله من المنافقين، بدعي الإسلام والإيمان هو منافق، عشان هيك بحارب الله ورسوله، وخصوصا من المرابيين لأنه إيش فادروا بحارب الله ورسوله. بقول لك عنهم إلا الذين تابوا، مش إلا الذين آمنوا، لأنهم لازم هذول مؤمنين، بقول يعني عندهم الإيمان أو إيش عندهم يعتبروا مسلمين. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إذا تابوا قبل ما نقدر عليهم نمسكهم يعني، فاعلموا أن الله غفور رحيم. مش معناته إيش ما نحاسبهم، لا بنحاسبهم، اللي مقتل يقتل واللي بسرق تقطع يده، وإيش واللي بيغتصب النساء برضو يقام عليه الحد. بس تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وما بيصير نقول عنه هذا إيش كافر، لأنه إيش رجع تاب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما صار كان مشرك ثم تاب إلى الله. هسا تعالوا شوفوا إيش بسورة المائدة 38 39 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسارق والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. يعني السارق والسارقة ما برجع يصير مسلم، لأنه مسلم بس سرق وقيم عليه الحد. بس بقول لك فمن تاب من بعد ظلمه يعني بعد السرقة وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سورة الأنعام 54 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. يعني التوبة هون للمؤمن اللي بيسويها بجهالة ثم تاب من بعد ما سوى الجهالة أو السوء وأصلح فإنه غفور رحيم. يعني التوبة للمؤمن. سورة التوبة 117 قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يعني التوبة لمين صارت؟ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة
من بعد لم يشتاب عليهم من بعد ما كاد يزيغ قلوبهم. شو بقول لك ايش؟ فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مش كلهم، فريق منهم. عشان هيك بقول لك عن الايات متشابهات بينات واخر متشابهات. اللي باخذ الايات المتشابهات شو قصده؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل، وهذول منهم هم اللي زاغ قلوبهم. عشان هيك بقول لك انه بهم رؤوف رحيم. هسا بتيجي على سوره التوبه 118 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذ ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. برضه هذول الثلاثه اللي ما عندهم عذر وما راحوا مع الرسول في ساعه العسره اللي هي الحرب، هاي اللي هي حرب تبوك. فهمتوا علي احبابي؟ وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم. يعني التوبه بتيجي على الناس المسلمين المؤمنين، حتى لو كان منافق، حتى لو كان مشرك، بس اصله مسلم، بس بجزء التوبه. سوره هود 112 و113 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تذكروا الا الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فاستقم كما امرت ومن تاب معك، يعني اللي بتوب مع المهدي واللي تاب مع الرسول عليه الصلاه والسلام وما طغوا انه بما تعملون بصير ولا تكن الذين ظلموا. الذين ظلموا مين هم؟ المنافقين اللي بيتخذوا ايش؟ لانه ايش؟ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ولا تكن الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. هسا شوف في ايه النحل 119 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. انا عدتها مره ثانيه عشان ايش؟ ابين لكم بس دائما المؤمنين. هسه تعالوا على ايات 59 و60 من سوره مريم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. هسه فخلف من بعدهم خلف، هل هم كفار؟ لا، لانهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، يعني مسلمين بس لحقوا ايش؟ ضيعوا الصلوات ما بيصلوا ولا كانت صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر حتى لو بيصلوا. واتبعوا الشهوات، شو الشهوات؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والسلطان وغيره وغيراته. اتخذ الهه هواه شهوته. هذول اللي ضيعوا الصلاه. قديش في بتعرفوا واحد انتو ضيعوا الصلاة في بيتك في عائلتك في قبيلتك في عشيرتك في المدينة اللي انت فيها، بتقام الصلاة وبيأذن المؤذن بتروح على مساجد فاضية مع انه من سمع النداء لازم يلبيه. الله سبحانه وتعالى يقول لك حي على الفلاح، حي على الصلاة، يعني تعال على الصلاة وحي على الفلاح، يعني تعال على الفلاح النجاح الفوز. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ما بيصلوا في بيوتهم، بيصلوا في المساجد. هسا عم نيجي على آية 80، الآية 82 من سورة طه. شوف لمين بيحكي التوبة دائما. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني الله سبحانه وتعالى بخاطب المؤمنين من بني اسرائيل وبقول لهم يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم اللي هو فرعون ووعدناكم جانب الطول الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، هاي من نعم رب العالمين عليكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تغوا فيه. وهم طغوا وعبدوا العجل، يقول لك ولا تغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بس ايش؟ واني لغفار
لمين؟ لمن تاب مش آمن التوبة وآمن عمل صالحا ثم اهتدى. لأن هذول إيش؟ بني إسرائيل لما عبدوا العجل كفروا بالله، عشان شو قالهم؟ وأنا لغفار لمن تاب، يعني توبوا على العمل اللي سويتوه أنتوا بجنب إيه؟ بجنب إيش؟ العجل. ثم تآمنوا الإيمان الحقيقي اللي بالتوراة على سيدنا موسى عليه السلام، وبعدين تعملوا صالحا ثم تهتدوا. بس هاي ما بتحصل على واحد كان يعبد بشر، اتخذوا آلهة أسرع فيهم. زي مين؟ زي ما بقول تتركوا اللي بيقوا على القبور والأولياء الصالحين وآل البيت وبضلوا يدعوا فيهم، هذا شرك. ما عبدوا شيء من الأصنام والحجارة لأنه هذا كفر. دائما التوبة بتيجي للمسلم أو المؤمن، بس بشرط لبني إسرائيل قال وإني لغفار لمن تاب عن العمل اللي سواه، إنه إيه جاب عجل وأشرقوا فيه، ثم آمن الإيمان الحقيقي وعمل صالحا ثم اهتدى. أسعد على سورة طه من 121 إلى 122 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فسع المعصية بدها توبة. هل سيدنا آدم كفر بالله؟ لا، بس عصى الله. فسع كل واحد من العصاة، اللي ما بيصلي، اللي ما بيصوم، اللي ما بيزكي، اللي عاق الوالدين قاطع صلة الرحم، اللي بيأكل الزور، اللي بيأكل الربا، هذول أعداء الإسلام. عشان هيك لازم توبوا إلى الله، لأنهم أشركوا بالله. لو ما أشركوا بالله كان ما عصوش ولا قالوا إيش أنا والله بدي إيش أعمل حالي بصلي قدام الناس وهو من جوا ما بصلي، كاره الصلاة، ما هو عنده إيمان في قلبه. هذا هو المشرك المقصود، لأنه اللي ما بصلي هل معقول؟ طب أنت بتعرف إنه الله أمرك بالصلاة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذول هم اللي براء من الله ورسوله عليهم، لأن لما ذكر أهل الكتاب ولقاتل الذين كفروا من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادقون. ما في هذه الآية تقول عن كفار مكة. هل كان لما صار الحج فعصى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر مشتكين عنده؟ لا أحباب بالله، أسع الناس بروحوا بحجوا وأكثرهم مشتكين. قديش واحد بروح يحج وبعديها بروح على إيش المقابر وبتمسح في المقابر والقبور وفي الكعبة وبدعو دام يدعو رب العالمين بدعو غير رب العالمين. طب تعالوا شوفوا كمان من الدلائل إن التوبة بس للناس المسلمين حتى لو كانوا عصاة. بقول لك سورة النور آية 4 و5 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وإلا المنافقون هم الفاسقون إلا الذين تابوا. شو أحباب الله؟ يعني هذا فاسق اللي بيجيبش 4 شهود وبيخوض بأعراض النسوان، هاي زنت وهاي عملت، لازم يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادتهم أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هاي بضل عليهم شهادتهم لا تقبل، بس التوبة هاي لله سبحانه وتعالى. سورة الفرقان من 68 وبنزل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفور رحيم. كذا التوبة دائما تجي للعاصي اللي عصى الله في أمر من الأمور، بس هو إيش؟ أشهد أنه مسلم ودخل الإسلام، بس ما تجي التوبة للكفار ولا النصارى واليهود. عشان يا خسود غافر سبع، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أحباب الله، سورة المزمل 20 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يعني التوبة لمين؟ للناس المؤمنين المقصرين. بس يتوب الإنسان لله، الله بتوب عليه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لأنه قال بعديها والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. من هجر القرآن ومن لا يتلو القرآن أكثر من ثلاثة أيام وما قرأ، هذا أعرض عن ذكر الله وجعل القرآن إيش؟ مهجورا، عدو لله ولرسوله. عشان هيك لازم يتوب. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. لو آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم من أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم. هسه تعالوا شوفوا أحباب الله بسورة النور 31 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هاي لما يجي المهدي عليه السلام وكل النساء العاريات اللي كانوا يظهروا زينتهم للجميع من ممثلين ومطربين وراقصين ومقلدين، بيجيهم المهدي ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هون التوبة تجبه ما قبلها، هون بصير 4 أشهر بعض المهدي 4 أشهر لكل الناس يرجعوا إلى الله ويتركوا الحرام. بعديها بعد الأشهر الحرم راح أقتلهم في كل مكان بلاقيهم. وأنا بقولك أحباب الله ابشروا بالخير لأنه أكثر الناس راح تآمن. سورة التحريم 8 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن الله إنك على كل شيء قدير. يعني التوبة للمؤمنين فقط أو المسلمين اللي إيش؟ عصوا أو فعلوا السيئات والسوء وأسرفوا على أنفسهم، والمنافقون منهم. سورة البروج 10 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني واحد مؤمن أو مسلم ظاهر مسلم ومؤمن فتن المؤمنين والمؤمنات عن دينهم زي المطربين والممثلين، زي مثلا خلينا نقول نضرب على مثال هاي شو اسمها إلهام شاهين مثلا،
مطربات دول ما عارف واحدة من المطربات أليسا مش عارف راحت عن بالي هاي دائما بيحكوا عنها دائما تطلع تعالي فتت المؤمنات خلتهم يلبسوا زيهم صار يحبوا ايش التعري وايش واللبس اللي بيغيره افخاذهم وبين صدرهم والمكياج ومش عارفه هذول هم اللي فتروا المطربين والرقاصين وحتى شيوخ الدين هذول شيوخ السلاطين والشياطين اللي بقول لك الحجاب لا مش مكتوب مش منزل بحق المرأة ما بصير النساء تنقبوا هذول هم اللي فتروا المؤمنين والمؤمنات يعني منهم وفيهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هسه سورة النساء 17 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يعني التوبة لمين؟ بتوب الله على المسلمين اللي بيقولوا احنا مسلمين اللي بيقولوا على حال المؤمنين هاي براءه الله ورسوله انهم عليهم هذول اذا ما تابوا الى الله ورجعوا رايح يكونوا مشركين ورايح يقاتلهم المهدي والله معاه وكل المؤمنين ودمروه تدميرا. هسه طلعوا احباب الله قلت لكم انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هذول الكثير منهم من الناس بيعملوا السوء بجهاله هم جاهلين بالدين عشان رايحين يقبل الله توبتهم لما يظهر لهم الحقيقه. وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. يعني اللي ما بتوب عن السيئات ولما تغلغل روحه وحكى هسه تبت الله مش راح يقبل منه ولا مقبل توبة ايش الكافر لان الكافر اصلا مش مسلم. فهمت علي احبابي؟ اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. سورة التوبة 104 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. هسه بقول اخي يقبل التوبة عن عباده يعني عباده كلهم لا يا حبابي ألم يعلم الله هو يقبل التوبة عن عباده المؤمنين المسلمين أما عباده الكافرين ما يقبلهاش لأنه شو قال وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنه تبت يعني العصاة المستمرين بالمعصية حتى الموت ولا الذين يموتون وهم كفار الله ما يقبلش توبتهم. بس هاي ألم يعلم الله هو يقبل التوبة عن عباده مين اللي عصوا واخطأوا ثم تابوا بقول لك ويأخذ الصدقات. هسه عم يقبل صدقات المنافقين وننفقوا طوعا او كرها لن يقبل منكم. اذا هذول هم المشركين هم المنافقين اللي قاعدين بيناتنا وكثروا لحد شوفوا مصر كل هذول اللي قاعدين مع السيسي وبناصروا وهم عارفين الحب من الباطل بيجي واحد يقول لك انت بتوقف مع مرسي. لا يا حبيبي انا بوقفش مع مرسي انا بحبش كل ما بحب كل الاحزاب ولا التحزبات بس مش انتخبتوا انتوا كنتوا وقفتوا مع الخائن ان الله لا يحب الخائنين. الم يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. سوره الشورى 25 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعني هو الذي يقبل التوبة عن عباده المؤمنين المسلمين ويعفو عن السيئات لأنه إيش هاي يا أحباب الله إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. لأنه إيش جبت لكم الآيات كلها كل الآيات في القرآن الكريم من أوله لآخره كل آية فيها توبة كلها التوبة لمين بتيجي للمسلمين اللي بقول عن حال المسلمين وبقول عن حال المؤمنين فقط. أما الكفار والنصارى واليهود الله سبحانه وتعالى إذا لم يؤمنوا بالإسلام
لن يقبل منهم. فشفت يا احباب الله قديش العلماء والناس عايشين بالضلال، واحنا كنا عايشين بالضلال. والله انا صدمت حياة القران انزل عليكم. فخلينا نتوب الى الله توبه نصوحه ونرجع، نخلي القران هو الحكم، ولا نتخذ اليهود ولا النصارى ولا اللي ايش اللي بنعرف عنهم كفار، حتى لو كان ابوه او اخوه او مهما كان، نتبرى منهم كما تبرى سيدنا ابراهيم من ابيه. اللهم اني قد بلغت، اللهم فشهد، اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.